كويز. مجموعة من الأسئلة حمدي، جاوبني بسرعة من غير برشا تفكير. شكون تعتبر اليوم أحسن لاعب تونسي؟ أحسن لاعب تونسي؟ إي. اليوم برشا عندنا لا ما فماش أحسن لاعب، فما عندنا من لاعب اللي يعجبك اليوم. فما عندك حاتم الترابلسي اليوم تونسي توا توا حاليا توا في بون والله بالنسبة لي أنا والله ما ريتش حاجة يعني فماش حتى ملعب يشد الانتباه يعني كي يعمل ديفيرينسة كبيرة ياسر والله بتاتر ممكن حمدي الهوني شوية هكا يعمل تونسي على تونسي تونسي سامح تونسي والله والله اسمه فما عندك لياس جلاسي أنا يعجبني ما نقولكش أحسن لاعب أحسن مدافع يعجبني أحسن مدافع تونسي أحسن مدافع تونسي أكسيال خاما مش برشا عاد ماش عندي وقت والله ما فماش حتى مدافع به في تونس لا فما مش ما فماش اما ك ما استحضرتش تو باه شكون شوف لاعب احسن لاعب في تاريخ تونس احسن لاعب في تاريخ تونس عندك برشا من سميلي واحد اللي هكا يعجبك انت اللي يعجبني عندك اسمه عندك زبير بي عندك حتى احسن مدافع خالد بدرة باهي لاعب في بطولتنا تشوفه قادر ينجح في اوروبا لاعب في البطولة التونسية قادر ينجح في اوروبا صعب شوية تو فما حتى واحد صعب شوية باهي مهاجم كنت تقرا له حصية بقبل اسمه بنزا كان ديال تراوري تونسي انت مهاجم وكهو بنزا واحد بركة سي بون شكون اقرب لاعب ليك عندي يامن بن زكري رمزي توجاني احسن مدرب تونسي اليوم احسن مدرب تونسي اليوم يعجبني جردة مدرب احسن واحد دربت عنده احسن مدرب دربت عنده اكسبرايا مدرب عنده فضل على حمد المرزوقي مدرب اي اكسبرايا ماتش ما تنساش يقعد في بالك فينال كوب دافريك كوب اراب هدف ما تنساهش الزمالك وصفاقس بونتو مزيان سجلته صفاقس بونتو تمنيت لو كان انت سجلته بونتو فوز الرويسي كونتر الاسبيرانس في الدربي في الدربي اللي هز بالراس هز بالراس اقوى جمهور في تونس بعد الكلوب بعد الكلوب خاطر باش تقول لي الكلوب باز بالطبيعة من بعد الكلوب ومن بعد الكلوب وبعد الكلوب باهي أقرب جمعية ليك بعد الكلوب ما تجاوبنيش نفس الإجابة أقرب جمعية القلب بعد الكلوب اللي نتفرج فيها عندك استاد عندك سيابي في الكلاسيكو نقولوا بين ليتوال اسبيرونس شكون تشجع شكون تحب يربح ما شكون يحب يربح والله ليتوال ليتوال احسن لاعب في العالم تعرف علاش ليتوال ولا خاطر ماذا نحبها تقرب شامبيونا ياسر ماستر احسن لاعب في العالم حاليا ولا توا توا كريستيانو مدرب في العالم زيدان